15 ريال. طبعا بناخد فكرة من كل محل كده يا جماعة. 100 100 مدينة كويس. 100 100 بركة مدينة. هنا مدينة الجمال، مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. هذا ايش اسم؟ عنبر. عنبر. سلام لمين؟ حب اوجه رسالتي وحبي وتقديري. الحبتين يا جماعه ب 150 ريال والشنط؟ اسعار تبدا من كم؟ وقابلنا عامل الحاج الحلو ده واصر ان هو يديني عطر. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. طيب الله حياتك وجمعنا بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. امين. مدينه كويس؟ ايوه بلد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صفاوي 30 ريال يا جماعة، صفاوي 30 ريال. بس حاجة ما شاء الله تبارك الرحمن. عجوة؟ كم؟ 35 ريال العجوة يا جماعة. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. اللهم بارك. الناس حتى قمة في الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. طبعا الاسعار يا جماعه قمه في الجمال في متناول الجميع. كم؟ 11 ريال. 11 ريال المصليه 11 ريال يا جماعه ما شاء الله. وديت بالشنطه بتاعتها ب 20 ريال ما شاء الله تبارك الرحمن. والله اسعار قمه في الجمال ما شاء الله. اللهم بارك للجميع وما تنسوش تصلوا وتسلموا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دي فكرة بسيطة كده عن الأسعار والحاجات الموجودة. طبعا كل حاجة موجودة ما شاء الله. ما شاء الله. سلام لمين؟ أحب أوجه رسالتي وحبي وتقديري لأهل القاهرة. القاهرة بس ولا مصر كلها؟ مصر كلها، لكن أنا عينت طاير عشان عندي حبايب في القاهرة. عارفهم فين؟ في القاهرة. قول بقى المعلومة كاملة. خليها مستورة. يبقى أصحاب حريم مش رجالة. لا في رجالة وفي حريم. الله يديم العافية. حبيبي يا عمي. الله يبارك يا رب. حبيبي يا عمي. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك رب. اللهم بارك رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. كملنا ده الازرق 170. ما شاء الله دخلوا كتاب الله فضل. ما شاء الله. واللي جوه والثاني الاخضر ده عندك على 270 ريال. بس حاجات فعلا يا جماعه فخمه جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. والطعم ده 30 ريال. وده 250 ريال. المجسمات 150. الطقم يعني حبتين ب 150 ما شاء الله. الحبتين يا جماعه ب 150 ريال. والشنط اسعار تبدا من كم؟ يعني عندك على 35 من 35 الى كم اخر حاجه؟ 55 ريال. يعني من 35 ل 55 ريال. من 35 ريال ل 55 ريال. اللهم بارك عمي. ما شاء الله تبارك الرحمن. وبيننا عامل الحاج الحلو ده. شغل. هذا ثلاثة نص كيلو. كرتونة دي؟ كرتونة دي. ايه 30 ريال. ثلاثة نص كيلو زيت وزن. 30 ريال يا جماعة. صافي. عشان رمضان. ايه صافي. ما شاء الله كل عام وانتم بخير. رمضان إيه؟ جاي. ايه دي كلها كده ب 30 ريال. ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. اللهم صل على الحبيب. ايه سوق الدودية المدينة المنورة. ايه
وابتسم في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مال دعمي لارو ما شاء الله يا جماعة، عند العسل ده ما شاء الله، وعنده كل حاجة ما شاء الله، عنده حلويات كتير ما شاء الله. كيلو كم؟ تشكل الحلويات دي كلها الكيلو بخمسة وثلاثين ريال ما شاء الله. طبعا عارفينها دي طبعا يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن جوز هنا ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك عمي؟ بخير؟ ليش زعلان كده؟ ايوه كده ما شاء الله. اسعار كم؟ 30 ريال. هذا ايش اسم؟ عنبر. 30 ريال يا جماعة العنبر، العنبر 30 ريال ما شاء الله. مبروم. مبروم كم؟ 30 ريال. صفاوي. صفاوي كم؟ 25. 25 ريال. هذا بدني. بدني كم؟ 20 ريال. 20 ريال ما شاء الله تبارك الرحمن. أسعار قمة في الجمال يا جماعة والله، أحسن من المولات وأحسن من محلات جنب حرم. لا هنا بتلاقي اسعار رخيصه جدا جدا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. ودي عشان رمضان اهو. كم دي؟ 35 ريال ما شاء الله، بس درجه اولى ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه نظيفه جدا ما شاء الله. دي 25. طبعا في نوعين يا جماعه، نوع شويه طري ونوع شويه ما شاء الله تبارك الرحمن. دي 25 ريال ودي 30 ريال ما شاء الله تبارك الرحمن. كم الكرتون هذا؟ هذا 30. 30 ريال يا جماعه. شايفين تمر بالسمسم ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه هديه جميله جدا جدا ما شاء الله من عند اخونا الحبيب ده ما شاء الله. كيلو كم لوز؟ ده نص صح؟ يعني كيلو 40 ريال ما شاء الله. اللهم بارك يا رب ما شاء الله. كيف حالك؟ كم؟ انا 15 35 ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه مجدول. طبعا ده مع الحليب طبعا في رمضان شيء تاني ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. اسعار طبعا كلها زي بعضها ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الدرجه الاولى دي كم؟ عنبر. عنبر كم؟ 60 ريال. عازم بھائی ہمیں 60 60 ريال يا جماعه، بس حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن تفضل يا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله، حاجه روعه يا جماعه ما شاء الله. اللهم بارك يا رب اللهم بارك. وجينا عند العسل ده اللي صورنا معه قبل كده ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الضحكه الحلوه دي. ايه خلال كويس؟ تمر كويس؟ ايه تمر مين؟ اسعار ايش؟ ايه هذا سكري، هذا 10 ريال، اثنين حبه 15 ما شاء الله. 100% اثنين حبه؟ ايه اثنين حبه 15 عشان رمضان يا جماعه، عشان رمضان. ايه في لفرسون مفتاح هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. فطور سكري هذا اثنين حبه 15 ريال. ايوه هذا سكري جديد. سوق الجديد كم؟ هذا 35 ريال على 30 ريال. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا مبروك، هذا 15 ريال. 15 ريال. هذا شلبي مدينه 15. 15 ريال. برضه 15. سوق 15. برضه هذا ربيع مدينه. هذا 15. 15 ريال. كل شيء 15 ريال. هنا ب 20، هذا ب 15. ريال 15. على 30 ريال. كرتونه هاد ب 30 ريال يا جماعه. الكرتونه ب 30 ريال. مية مية مدينة كويس؟ مية مية بركة مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بركة. الحمد لله كل شيء بركة نعمة. حتى جماعة المصليات ما شاء الله. السلام عليكم. سلام. كامل 10 عام 10 ريال. السلام عليكم. كم هذا؟ 15 ريال. طبعا دي في المدينة يا جماعة، فدك دي في المدينة 10 ريال.
بس هنا في جده كمان، بس شغل ما شاء الله برضو خامتها كويسه جدا ما شاء الله. ودي كم كم هذه؟ 15 ما شاء الله. طرحه كم؟ 10 ريال. سوق جدا كبير يا جماعه، سوق البوادي جده ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى المفارش موجودة برضو، كل شيء تتخيله موجود في السوق ما شاء الله، وأسعار جدا جميلة. ما فيش عباية أكتر من 55 ريال ما شاء الله. أحبابي في الله، في نهاية الفيديو ما تنساش لايك وشير، الله يجزيك بالخير، وحبكم في الله، وصلى على الحبيب قلبك يطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.